بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء للصف العاشر، الحلقة التي سوف نتناول فيها تفسير السقوط الحر ومقاومة الهواء. راح نتناول في هذه الحلقة اليوم البنود التالية. في البداية تفسير السقوط الحر وكذلك السقوط الحر ومقاومة الهواء والسرعة الحدية. السقوط الحر بدون وجود مقاومة الهواء. نعرف أعزائي الطلاب مهما اختلفت كتل الأجسام وسقطت سقوطا حرا دون وجود لمقاومة الهواء سوف تصل إلى الأرض بعد زمن متساوي ولو كانت كتلها مختلفة. طيب راح نقول نتصل جميع الأجسام باختلاف كتلتها ومساحتها للأرض بنفس اللحظة، فهي في حال السقوط الحر للأجسام يكون تأثير مقاومة الهواء على الأشياء قليلا بالمقارنة مع كتلة تلك الأشياء. طيب مثال، عند سقوط جسمين كتلة أحدهما 10 كيلوغرام والآخر 1 كيلوغرام من ارتفاع محدد، نفس هذا الارتفاع لهم لكن تختلف كتلهم، راح تصل هذه الأجسام إلى الأرض بنفس اللحظة. ومعروف أن القوة التي تؤثر على كل من الجسمين أثناء السقوط هي قوة جذب الأرض للأجسام، وزن الجسم إلى الأسفل دائما، فتكون قيمة الـ V تساوي الـ M مضروبة في الـ G، الكتلة 10 مضروبة في الـ G 10، راح تكون قيمة قوة جذب الأرض للأجسام الـ V تساوي 100 نيوتن حق الجسم اللي كتلته 10 كيلوغرام، والجسم اللي كتلته 1 كيلوغرام راح تكون 10 نيوتن، فراح تكون قيمة الـ A تساوي الـ F على الـ M، فقيمة الـ A تساوي 10 نيوتن على 1 كيلوغرام، راح تكون الـ A 10 متر لكل سكند تربيع. أما للجسم الذي كتلته 10 كيلوغرام راح تكون قيمة الـ F له تساوي 100 نيوتن، فقيمة 100 تقسيم 10 راح تكون قيمة الـ A 10 متر لكل سكند تربيع. هذا القانون من وين جبناه؟ جبناه من القانون الثاني لنيوتن. عرفنا القانون الثاني لنيوتن في الحلقة الماضية، قيمة الـ F تساوي الـ M الكتلة مضروبة في العجلة. تجربة غاليليو من فوق برج بيزا المائل في إيطاليا، قام بإسقاط كتلتين مختلفتين الكتلة، جسمين. طيب سقطهم من نفس الارتفاع، وجد أن الجسم الذي كتلته أكبر سقط قبل الجسم الذي كتلته أصغر. سبب ذلك في تغويض فكرة أرسطو التي تنص على أن الأجسام ذات الكتل الكبيرة تصل إلى سطح الأرض في زمن أقل من الأجسام ذات الكتل الصغيرة، وذلك في حال السقوط من الارتفاع نفسه. طيب ويمكن تفسير ذلك بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، قيمة الـ A تساوي القوة مقسومة على الكتلة، قوة جذب الأرض للأجسام، فتكون قيمة الـ F تساوي الـ M الكتلة مضروبة في الـ G تقسيم الـ M، راح نستبعد الـ M مع الـ M، راح تكون الـ A تساوي قيمة الـ G عجلة الجاذبية الأرضية، وبالتالي تكون العجلة التي تتحرك بها الأجسام تساوي عجلة الجاذبية الأرضية. نقطة مهمة، العجلة التي تتحرك بها الأجسام تساوي عجلة الجاذبية الأرضية، كل من الجسمين يتحرك بعجلة ثابتة، وذلك لأن القوة المحصلة على كل من الجسمين هو الوزن الخاص لكل منهم. طيب نسبة الوزن إلى الكتلة ثابتة، وبالتالي يكون نسبة الوزن إلى الكتلة ثابتة. ماذا يحدث إذا سقطت قطعة من الحديد وريشة طائر على سطح القمر ومن ارتفاع واحد؟ نعرف أن سطح القمر لا يوجد هناك مقاومة هواء، فتسقط الأجسام مهما اختلفت كتلها بنفس الزمن، يصلان لسطح القمر في نفس اللحظة لعدم وجود مقاومة الهواء في سطح القمر. طيب فوزن كل منهما
يساوي سدس وزنهما على سطح الأرض، وبذلك تكون نسبة الوزن إلى الكتلة ثابتة لكل منهما، فيسقطان سقوط حر بعجلة تساوي الجي تساوي جي قيمة عجلة الجاذبية الأرضية على الأرض تقسيم 6، لأن قيمة العجلة على سطح القمر تساوي سدس عجلة الجاذبية على سطح الأرض، فتكون قيمة الجي على سطح القمر تساوي 1.63 متر لكل سكند تربيع. السقوط الحر ومقاومة الهواء. عند سقوط جسم من ارتفاع عالي فإن الجسم يقع تحت تأثير قوتين متعاكستين. طيب، القوة الأولى قوة جذب الأرض للأجسام، وهي تساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. أما القوة الثانية اللي هي قوة الـ Fn، راح تكون قيمة عند سقوط هذا الجسم من ارتفاع عالي فإن الجسم يقع تحت تأثير هذه القوتين المتعاكستين، هما وزن الجسم لأسفل اللي هي قيمة الـ M مضروبة في الجي، وكذلك قوة دفع الهواء لأعلى اللي هي Fn. فتكون الملاحظة على هذا الأمر، وفي هذه الحالة تكون القوة المحصلة الكلية المؤثرة على الجسم الساقط هي الإف تساوي قوة وزن الجسم ناقص قوة مقاومة الهواء لأعلى، فتكون القوة المحصلة تساوي وزن الجسم ناقص قوة دفع الهواء لأعلى مقاومة الهواء. وبالتالي كلما زاد وزن الجسم الساقط كلما كان وصول الجسم إلى سطح الأرض أسرع وفي زمن أقل. ملاحظة مهمة، كلما زاد وزن الجسم الساقط، وزن الجسم الساقط هي الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية الأرضية، فكلما زاد وزن الجسم الساقط كلما كان وصول الجسم إلى سطح الأرض أسرع وفي زمن أقل. ماذا يحدث عند السقوط؟ عملة معدنية وريشة من مكان مرتفع في وسط يملأه هواء. راح نعرف أن العملة المعدنية أثقل من الريشة، فراح يكون قوة وزن الجسم للعملة المعدنية أكبر من مقاومة الهواء. أما في الريشة راح تكون قوة وزن الجسم تقريبا مساوية لمقاومة الهواء، راح يعطلها ويأخرها، فعند بلوغ السرعة الحدية اللي هي تساوي وزن الجسم مع وزن مقاومة الهواء راح تصل القطعة المعدنية إلى الأرض قبل الريشة. نجد أن القطعة المعدنية تصل إلى سطح الأرض في زمن أقل من زمن وصول الريشة، وذلك لأن تأثير مقاومة الهواء على الريشة أكبر منه على العملة المعدنية. طيب، عندما يكون وزن الجسم أكبر من مقاومة الهواء راح يكون عندي يصل الجسم للأرض في زمن أقل مثل العملة المعدنية، أي تأثير مقاومة الهواء قليل بالمقارنة مع وزن العملة المعدنية. في حال السرعات الصغيرة تتحرك بعجلة أقل من عجلة السقوط الحر. طيب، أقل من مقاومة الهواء راح يكون عندي يستغرق الجسم زمناً أطول للوصول للأرض مثل الريشة. عندما يكون وزن الجسم مساوياً لمقاومة الهواء راح يكون عندي هنا أعزائي الطلاب مصطلح مهم راح نتعرف عليه الحين. في البداية راح تكون قيمة المحصلة تساوي صفر، وبالتالي راح تكون العجلة اللي تحرك فيها الجسم تساوي صفر، أي أنها راح يسقط بسرعة غير متغيرة ثابتة، وتسمى هذه السرعة بالسرعة الحدية، فإن السرعة الحدية هي السرعة الثابتة التي تسقط بها الأجسام نحو الأرض، وتكون محصلة القوة المؤثرة عليها تساوي صفر. عندي قوتين، قوة وزن الجذب الأرض للأجسام لأسفل وقوة مقاومة الهواء لأعلى، تساوت هذه القوتين فتكون قيمة العجلة تساوي صفر، فسوف يتحرك الجسم بسرعة ثابتة تسمى السرعة الحدية. تعتمد السرعة الحدية على 1، وزن الجسم، كلما زاد وزن الجسم زادت سرعة الجسم الحدية، 2، اتجاه الحركة، 3،
مساحة سطح الجسم، مساحة سطح الجسم. كلما زادت مساحة سطح الجسم قلت سرعة الجسم الحدية. ملاحظة، العلاقة بين مساحة سطح الجسم المعرض للهواء ومقدار مقاومة الهواء هناك علاقة طردية. كلما اتسعت مساحة السطح المعرض للهواء ازدادت مقدار مقاومة الهواء. علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا. يزيد السنجاب الطائر من مساحة جسمه عن طريق الانبساط الخارجي. لماذا؟ لكي يزيد من مقاومة الهواء ويقلل من سرعة سقوطه فيتحكم بسرعته الحدية. مثال آخر على السرعة الحدية علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا. يستخدم جندي المظلات الباراشوت أثناء تدريبات السقوط. لماذا؟ ليحاول أن يزيد من مقاومة الهواء ويتحكم بسرعته الحدية فيكون سقوطه آمنا، لأنه سوف يسقط بسرعة هو متحكم فيها تساعده على التحكم عندما يسقط إلى سطح الأرض. تطبيق، وضح فكرة عمل الباراشوت وكيف يمكن أن يتم الهبوط به بأمان. أولاً، فكرة الباراشوت تأتي من إحداث تعادل بين قوة مقاومة الهواء لأعلى طبعاً ووزن الجسم لأسفل عن طريق زيادة مساحة السطح المعرض للهواء باستخدام الحبال المتصلة بالباراشوت، وبالتالي تقل السرعة الحدية ويصل للأرض بأمان. قام جنديان من سلاح المظلات بفتح الباراشوت الخاص بهما من الارتفاع نفسه وفي الوقت نفسه، وكان الجندي أحمد أثقل وزنا من الجندي حسن. السؤال، أيهما يصل إلى سرعته الحدية أولا؟ راح نعرف أن الجندي حسن راح يصل إلى سرعته الحدية أولا لأنه أخف وزنا من صديقه الآخر، فيصل لسرعة الحدية في زمن أقل. فنقول أن كلما كان هناك أقل في الوزن كلما وصل الجسم إلى سرعته الحدية في زمن أقل. وفي نفس المثال طلب مننا أن نحدد أيهما يصل إلى سطح الأرض أولا. راح نعرف أن الذي يصل إلى سطح الأرض أولا الجندي أحمد لأنه أثقل وزنا. أما التفسير لهذه المسألة، المظلل أثقل سرعته الحدية أكبر. تطبيق، إذا أخذنا كرتين، كرة من التنس وكرة من التنس الطاولة، طبعا نعرف أن كرة التنس الأرضي أثقل وزنا من كرة التنس الطاولة، وقلنا أن أسقطناهما من ارتفاع منخفض، فماذا يحدث؟ طبعا راح تصطدمان بالأرض في نفس الوقت لأنهما يتحركان بعجلة مساوية لعجلة الجاذبية الأرضية، ولا يكون هناك تأثير واضح لمقاومة الهواء. أما إذا أسقطناها من ارتفاع عالي فماذا يحدث؟ نعرف أن كلما زاد الارتفاع راح يكون هناك تأثير لقوة مقاومة الهواء، وتؤثر قوة مقاومة الهواء على الأجسام ذات الوزن الأخف. راح ترتطم بالأرض أولا كرة التنس لأنها أثقل وزنا، لأن عجلة سقوطها أكبر من عجلة سقوط الكرة الأخف. وبالتالي يا أعزائي الطلاب وصلنا إلى هنا نهاية الحلقة، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وإلى لقاء قريب بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.